ضيف الثاني واحد برضو من اللي بيقدم مستويات كبيره جدا السنه دي في فريق 2005 ولافت الانظار، يوسف سيد عبد الحفيظ. اهلا منورنا بيك يا كابتن كابتن، يوسف. اهلا بحضرتك، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك وشرف ليا كبير اظهر على شاشه قناه الاهلي. تحب الناس تقول لك يوسف سيد عبد الحفيظ ولا يوسف عبد الحفيظ على طول؟ يعني مش فارقه الاثنين واحد يا، بس بتشرف طبعا باسم سيد عبد الحفيظ. طيب يوسف سيد عبد الحفيظ، قول لي بقى يوسف، بدايتك مع الكرة في النادي الاهلي، رحت النادي الاهلي واختبارات عندك كام سنه؟ ما يمكن انا ويوسف عندنا وحده في الموضوع ده، يعني انا وهو بادئين اكاديميه مع بعض، ولما جم بعديها ب4 سنين يختاروا مننا مجموعه تطلع. يعني ابتديت الاول في اكاديميه النادي الاهلي. بالظبط احنا اتنين داخلين مع بعض في سنه 2010 كده تقريبا، فداخلين واختاروا مننا بعديها ب4 سنين مجموعه عشان تتصعد فتره البراعم تقريبا ساعتها، ومن البراعم دي بدانا بقى المسابقات وناشئين وكده. اول مدرب بقى اختارك من القطاع الناشئين، يعني تطلع من الاكاديميه لقطاع الناشئين، كان مين؟ ما هم كانوا نفس الكباتن، كان في كابتن عبد النبي عاشور وكان في كابتن احمد عبد الباقي ساعتها، هم دول اختاروا مننا مجموعه تطلع. طب قول لي بقى وانت في البيت والكابتن سيد عبد الحفيظ وراجل طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي بيشغل منصب مدير الكوره دلوقتي، لما تم اختيارك من الاكاديميه للقطاع كان هو عنده علم ولا انت رحت فاجئته بالخبر ده وقلت له ده انا تم اختياري النهارده عشان انضم قطاع الناشئين؟ ما هو يمكن ساعتها ما كانش متابع قوي، فانا اللي كنت بروح بقول له جديد بجديد، بس هو بيحب يعني اول ما اروح احكي له على كل حاجه، احكي له على فترتي، يعني هو بيحب يبقى متابع معايا. بيشاركك يعني؟ بالظبط، يمكن اللي كانت معايا والدتي هي اللي كانت دايما بتحضر الحاجات دي. هي اللي بتروح معاك التمرين على طول. بس بالظبط لما روحت بقى حكيت له كل حاجه. لما طلعت القطاع كان عندك كام سنه؟ كان ساعتها كانت فتره البراعم الاول، كانت 9 سنين 10 سنين البدايات دي يعني. مين المدربين بقى اللي اشتغلوا معاك في البراعم؟ في البراعم كان اول مدرب كان كابتن حسام عكاشه، وبعديها قعد معانا سنه، وبعديها بدانا مع كابتن احمد سمير. كابتن احمد سمير قعد معانا فتره طويله، وطبعا كل المدربين دول اضافوا لي حاجات كتير، من اول كابتن حسام لغايه دلوقتي كابتن سامر، كل مدرب عدى عليا كان بيضيف لي حاجه جديده، بيعلمني حاجات جديده، وطبعا بشكرهم كلهم على الحاجات دي. عشان الناس برضو تبقى عارفه مركز يوسف سيد عبد الحفيظ، تلعب ايه يا يوسف، مركزك في الملعب؟ انا بلعب ديفندر، بلعب سته بس، برضه ساعات الكابتن بيوظفني ك8، والسنه دي وظفني ك10 وهاف رايت، عشان برضه زمان كنت بلعب هاف رايت.